السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم لفات الحجاب صيفيين للبنات، شي حاجة جديدة كيف ما كتشاهدوا معايا في هذا الفيديو. هذه لفات حجاب جديدة، أول مرة غتشوفوها معايا في القناة. يمكن لكم أنكم تخليوها كيف ما كتشوفوا هنايا، أو تلفوها بهالطريقة هذه، كل واحدة على حسب الذوق ديالها. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي مزيونة في اللبسة ديالها، أنيقة ولكن ما كتديش الوقت بزاف، سهلة وبسيطة. كاين كذلك معنا هاد اللفة هادي كيف ما كتشوفوا، حتى هي شي حاجة جديدة بالنسبة للبنات اللي كيبغيو هيدا يبدلوا من لفات الحجابات ديالهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي مزيونة في اللبسة ديالها. كاين كذلك هاد النوعية ديال الشيلان، كيجيو واسعين وطوالين، فيمكنكم انكم يعني تبدلوا لفات الحجابات ديالكم اليوميه. كيف ما كتعرفوا دابا فصل الصيف، كنبغيو هيدا نبدلو من لفات الحجابات، وكذلك على حسب اللون ديال الملابس. كاين كذلك هاد اللفه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا، اخترت لكم هنايا لفات الحجابات اللي كيكونوا ساهلين ما كيديوش الوقت بزاف، باش كل وحده تقدر تطبقها بكل سهوله. وكاين كذلك هاد اللفه ديال الشال كيف ما كتشوفوا، كتجي ساهله ومزيونه في اللبسه ديالها. كاين كذلك هاد اللفه هادي ساهله بزاف بالنسبه للبنات اللي مزروبين، اللي كيبغيو شي حاجه تكون سهله وفي نفس الوقت يعني كتجي انيقه في اللبسه. صافي، فكتربطوها بالطريقه هذه، فكتكون هذه هي اللفه ديالنا. وكاين هاد النوعيه ديال اللفات ديال لفات حجابات تركيه، كاين كذلك هاد النوعية ديال لفات حجابات تاهي حجاب تركي. هادي اللفة ديال الفولار مربع كيف ما كتشاهدوا معايا، تاهي كتجي مزيونة في اللبسة ديالها وما كتديش الوقت بزاف. كاين كذلك هاد النوعية ديال الفولارات تاهما مربعين، يمكنكم انكم تلفوهم بهالطريقة هادي كيف ما كتشوفوا معايا، غير باش تبدلوا من اللفات اليوميه ديالكم. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هيدا ينوعوا في اللفات الخرجات اليوميه، كاين كذلك هذه النوعيه ديال اللفه اللي هي مطلوبه بزاف، كيف ما كتشوفوا معايا سهله وبسيطه في نفس الوقت كتجي مزيونه في اللفه ديالها. بالنسبه للبنات اللي عجبوهم هاد اللفات، ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجميع الفيديوهات اللي كننزل في القناة. كاين كذلك هاد النوعية ديال لفات حجاب ديال الشيلان كيف ما كتشوفوا، هذه لفات حجاب تركية، هادو كيجيو كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو بالبوني من داخل باش ما كيبينش الشعر. هاد النوعية ديال الشيلان فكيجيو يعني كيبينوا، من الأحسن تعملوا من البوني من داخل، اولا ديك الحجابات اللي كيكونوا كيجيو خاص من داخل، وتعملوا عليهم هاد الشيلان واخا يكونوا اللون مفتوحين اولا اللون مغلوق، فعلى حسب الثوب ديال الشال اولا ديال الفولار. صافي، اللفه كتكون على هاد الشكل هذا، كتجي انيقه في اللبسه ديالها. فاللي عجبتها شي لفه تطبقها بكل سهوله، ما فيهاش شي تعقيدات بزاف، وما كيديوش كذلك الوقت باش تلفوا الحجاب ديالكم. كاين كذلك هاد النوعيه ديال لفات ديال الشيلان كيجيو مزيونين في اللبسه ديالهم، انيقين كيف ما كتشوفوا معايا. وكاين هاد اللفه هادي حتى هي سهله كيف ما كتشوفوا، صافي فكتجي على هاد الشكل هذا، كتجي مجموعه هاد النوعيه ديال
لفة. كاين كذلك هاد الفولار مربع كيف ما كتشوفوا معايا، فكما قلت لكم البنات كل واحدة على حسب الذوق ديالها، كل واحدة تختار اللفة اللي عجباتها وتطبقها بكل سهولة، سواء مع الملابس او للفساتين. ويمكنكم كذلك انكم تاخذوا افكار لتنسيق الالوان ديال الفولار مع الملابس. كاين كذلك هاد الموف مفتوح او هاد النوعية ديال اللفة كيف ما كتشوفوا، كتجي صراحة انيقة في اللبسة ديالها. هيدا مع الفساتين كيف ما كتشوفوا هنايا. كاين كذلك هاد الشيلان كيجيو واجدين، كيجيو مخيطين كيف ما كتشوفوا، وفيه ديك لي زيستراس على الجنب ديال الشال. صافي كتلفوا بهاد الطريقة هادي، كيجيو صراحة هاد النوعية ديال الحجابات اللي كيجيو هيدا واجدين ساهلين في اللفات ديالهم انتما كيف ما كتشوفوا. كاين كذلك هاد النوعية ديال اللفة ديال الشيلان كيف ما تشوفوا معايا في هاد الفيديو هذا. صافي فكتخليو الشال ديالكم على هاد الشكل هذا، فمن الاحسن انكم كيف ما قلت لكم تلبسوا البوني من داخل، فالشال هيدا بوحدو فما كي ما كيبقاش يعني الحجاب، ضروري تخليو تعملوا البوني من داخل باش ما كيبين لكمش الشعر. كاين كذلك هاد النوعيه ديال اللفه ديال الشال، شي حاجه جديده غتشوفوها معايا في هذا الفيديو هذا. كتجي كيوت في اللبسه ديالها بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هيدا شي حاجه تكون مزيونه جديده. هانتوما كيف ما كتشوفوا فكيبقى الشال على هذا الشكل هذا. صراحة اللفة كتجي مزيونة بزاف وما كتديش الوقت كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. كاين كذلك هاد النوعية ديال الشيلان، كاين الشيلان كيجيو واسعين وطوالين، وكاين واحد النوعية ديال الشيلان كيجيو شوية يعني ماشي طوالين بزاف، فيمكنكم انكم تعملوا لفة واحدة. فبالنسبه لهاد النوعيه ديال الشيلان اللي كيجيو هيدا طوالين يمكنكم انكم تلعبوا فيهم كيف ما بغيتوا او تلفوهم كيف ما بغيتوا، فكيجيو مزيونين في اللبسه. صافي البنات وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوناش بلي لايكات ديالكم اللي كتحفزنا دائما انني نجيب لكم ديما الجديد فيما يخص الموضه. مع السلامه حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.